ومعنا زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري مباشرة من العريش، يطلعنا على آخر المستجدات لديه. إليك كريم. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل العريش ما زالت تستقبل المساعدات المختلفة، إما عن طريق الجسر الجوي الذي يأتي من دول مختلفة لمطار العريش الدولي، أو حتى المساعدات الأرضية التي تأتي عبر الشاحنات من المحافظات المختلفة والمنظمات المختلفة لتصل هنا إلى المخازن في العريش، ثم بعد ذلك إلى معبر رفح المصري. نتحدث عن وصول 5 طائرات اليوم، ولكن ربما الطائرة المميزة منهم هي الطائرة الروسية التي حملت محطة لتحلية المياه ليتم استخدامها في قطاع غزة. أما باقي الطائرات فكانت من مستلزمات طبية وأدوية وأيضا مستلزمات غذائية. هذه نقطة. النقطة الأخرى تنطلق بنا إلى عدد الطائرات، وهو تخطى الآن أكثر من 130 طائرة، وتحديدا 131 طائرة حتى هذه اللحظة التي أتكلم بها الآن. لذلك هو عدد كبير خلال الأيام الماضية استقبله الهلال الأحمر المصري والمتطوعين المختلفين ليتم توزيع هذه المساعدات على الشاحنات لتنطلق عبر بوابة معبر رفح المصري. وهذا ينقلنا إلى عدد الشاحنات التي عبرت عبر بوابة معبر رفح المصري. نتحدث عن أكثر من 1300 شاحنة عبروا بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية. تسلم منهم الهلال الأحمر الفلسطيني 1200 شاحنة حتى الآن. نتحدث عن الأغلب في هذه الشاحنات كان للمستلزمات الطبية والأدوية، يأتي بعد ذلك الأغذية والمياه، وبعد ذلك الخيام وأشياء أخرى للمعيشة بشكل عام. نتحدث أيضا عن ما يقرب من 2000 طن فقط من المستلزمات الطبية والأدوية. وبالطبع نتحدث عن الوقود. الوقود فقط 24 طن من الوقود، وهي الشاحنة الوحيدة التي دخلت من بوابة معبر رفح المصرية لتحرك الشاحنات التي يستقبلها الهلال الأحمر الفلسطيني. نتحدث عن دخول اليوم فقط 100 شاحنة عبر بوابة معبر رفح المصرية. نعم. ولكن لم تدخل حتى الآن إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. هذه النقطة. النقطة الأخرى خاصة بالمصابين. دخل إلى جمهورية مصر العربية حتى الآن 173 مصابا، أيضا بالإضافة ل 100 وأكثر من 40 مرافق لهؤلاء المصابين تم توزيعهم على المستشفى، من ضمنهم 9 مصابين دخلوا بالفعل اليوم عبر معبر رفح المصرية، بالإضافة لمزدوجي الجنسية التي تخطت عددهم ربما 4700 من مزدوج الجنسية، منهم ما يقرب من 500 من مزدوج الجنسية دخلوا اليوم عبر بوابة معبر رفح المصرية. بالفعل أشكرك شكرا جزيلا الزميل كريم بيبرس، كنت معنا من العريش.